طيب مستر روي فيتوريا امبارح في فقره تصريح وتعليق خرج علينا بتصريح عن كهربا، بيقول كهربا ابهرني بمستواه مع الاهلي. اشاد طبعا المدير الفني بكهربا واتكلم عنه في الفتره الاخيره وقال اخترت كهربا لانه امكانياته هتكون مفيده لينا، ابهرني بتحركاته بلمساته داخل منطقه الجزاء، يستحق التواجد في القائمه. كمان بيقول المدرب البرتغالي سعيد انه كهربا بيسجل 3 اهداف في مباراه القطن الكاميروني، فهي خطوه بتضع طبعا بتدعم قراري بضمه للقائمه. يعني الراجل قبل المباراه دي كان واخد القرار، وبعد تسجيل كهربا للثلاث اهداف ايضا اتاكد من القرار اكتر، اتاكد من القرار اكتر انه قراره ما كانش جاي من فراغ. هم دول المديرين الفنيين اللي بيتابعوا وبيشوفوا مين اللاعب اللي يستحق في التوقيت ده انه يكون اضافه للمنتخب المصري، وبالتاكيد المنتخب المصري اضافه لاي لاعب. بنتمنى ان مجموعه اللعيبه اللي تم ضمها تكون على قدر المسؤوليه، عارفه قيمه اختيارها كويس جدا، انه المدير الفني لما اختارهم اختارهم دونا عن كل اللعيبه في الانديه، هم الافضل، يجب ان يثبتوا للجميع انهم فعلا الافضل.